فيك سي علي كانك تبرر كانك ترمي بشماعه الفشل نتاعنا على جائحه الكوفيد، كوفيد راهو من عام 2020، عندنا 10 سنين منذ انطلاق الثوره ما قمنا بحتى اصلاح، نحكيو على اصلاح المؤسسات العموميه، ما قلنا بحتى شيء في هذا الجانب، نحكيو على استيعاب البطاله وعلى تحقيق التنميه، ما عملنا شيء في تحقيق التنميه، ما عملناش مشاريع كبيره تستوعب البطاله، ما شجعناش الاستثمار عمليا رغم انه ثم قوانين تشرعت في البرلمان، نحكي على البي بي بي معناها على قانون الاستثمار ما بين القطاع الخاص والعام، المنظومه والترسانه التشريعيه موجوده لكن عمليا ما عملنا حتى شيء، ما نعلم أيه وهذا ما تحققش. أيه هو شيء من اللي قلته انت صحيح، لكن راهو حتى احنا التوانسه كيف ما يقول دوستوفسكي يقول المرء معناها فالح ياسر في ذكر مآسيه ومشاكله ومشاكله، اما ما يذكرش الاشياء الباقيه نتاعو ينساها. احنا التوانسه زاد عندنا حتى في السياق الشعبوي وفي سياق مناهضة الحكومة معناها ثم تركيز على الفشل وما ثمش تركيز على الانجازات، ولا حتى لو كان ناخذ الإصلاحات ثم برشا إصلاحات وقعت، معناها أنا متابع وعارف شنو قاعد يجري، معناها ما يذكروش مثلا الإصلاح البنكي اللي عملناه، ما يذكروش إصلاح مجلة الاستثمار، ما يتذكرش، ما يذكروش مثلا إصلاح المتعلق بالمجلة الجماعات المحلية، يعني ثم إصلاحات كبيرة وقعت على المستوى التشريعي، على مستوى ترسانة القوانين والتشريعات. نحكيو على الجماعات المحلية وكما نحكيو على البلديات، تقيم أنت تو البلديات تشوف أنه ثم فشل كبير اليوم في التعايش ما بين التركيبات الموجودة داخلها في البلديات، ثم استقالات، ثم عدم قدرة على إنجاز مشاريع، ما لا شيء تتوقع، ما الديمقراطية ديما فيها حرك، لكن كيف ناخذوا لي سونداج والإحصائيات على وقع البلديات عام صيف 88-18 اللي تولت فيه الهياكل الجديدة، واحنا هنا قريب باش نوصلوا صيف 21 نلقاو انه تحسنت نظرة الشعب للبلديات بنسبة كبيرة، مازال عندها ياسر ضعف ومازال عندهم ياسر انتقادات، لكن النسبة نتاع الرضا النسبة نتاع الرضا خرجت، مش هذه مش النهضة تقول فيها، خرجت حتى في عدد لبس به من الجرايد، معناها الإحصائيات حول مدى تقدم البلديات ومدى الرضا على البلديات. حبيت نقول لك عملنا برشا إصلاحات، لكن الإصلاحات الأكثر ما عملناهاش، والإصلاحات اللي ذكرتها لك هذه الستة اللي هي قاعدة الترند في جزء كبير منها، علاش ما تعملتش؟ على خاطر ما ثماش استقرار سياسي، ما حكومات معناها ديما متغيره الى اخره، وما ثماش استقرار اجتماعي، ثم مطلبيه قويه ياسر تتفهمها لكن البلاد ما تنجمش تتحملها ككل، وكذلك على خاطر الظروف اللي مرت بها البلاد ايضا، معناها يعني اوروبا اللي نتعامل معها شهدت ريسيسيون، ولكن ديما بالامكان التدارك، يعني هو هذا فش يعني حكومه يوسف الشاهد وقت اللي انطلقت عام 16 انطلقت كاولويه هي الجانب الاقتصادي، ووصلنا حتى عملنا 2.7 نسبه نمو شويه، لكن ديجا بدينا عام 19 عملنا 0.9 معناها هبطنا لوطه بالكل، لكن قبلها وصلنا 2.7 كبدايه نتاع انطلاق. وحتى الحكومة هذه إذا كان يتوفر لها الحد الأدنى من السلم الاجتماعي ومن الاستقرار السياسي ومن تكافل مؤسسات الدولة، أنا متأكد أن بلادنا فيها مقومات أنها تبدأ طالعة بشوية بشوية. ماناش عاجزين، الإشكال كما قلت لك في جانب كبير، لما تشوف أنت معناها حجم الإضرابات وحجم الاعتصامات وشنية تكبلت أي تكاليفها، معناها وقت يصير اضراب في ولايه مش معناها ولايه اضربت، معناها الولايه هذيك والولايات اللي تتعامل معاهم، وقيس عليهم كيف تشوف صفات قفصه معناها حجم الخسائر اللي اكثر من 1000 مليار لا اكثر بكثير، ثم يجي معناها اقل حاجه ل 3-4 ملياردوات من الدنانير، معناها مشو هباء. فحبيت نقول لك البلاد عندها مقومات، اللي ينقصها الاستقرار السياسي، وهو أن تتعاون مؤسسات الدولة وتتوحد وتتكاتف كيف ما في البلدان العالم الكل، والاستقرار الاجتماعي وهو أنه تصير مفاوضات وتكون الناس واقعية الأطراف، وما يتمش خدمة السياسة من خلال نقابات وإلا من خلال مش عارفاش، لازم اتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحة يكونوا مشاركين مشاركة كبيرة، يستشار وتحترم آرائهم وتأخذ بآرائهم، لكن في نفس الوقت هناك التزام. البلاد نتاعنا تولي هو